Azure Communication présente. ميلاد أحد تلامذة المحتفى به والذي أصبح مديرا لجمعية الكشاف المعاصر التي ساهمت في إحياء هذه المبادرة التي جمعت بين المعلم ومتعلميه. ومن ضمن الذين شرفوا هذا الحدث الأستاذ التادلي، عضو بالمجلس العلمي لمدينة الجديدة، وكذا الحاج قاسم التي ساهمت في إحياء هذه المبادرة التي جمعت بين المعلم ومتعلميه. كان لقاء حارا بين المعلم وأصدقائه التلاميذ بما فيهم حارس المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم حوالي عقدين من الزمن. لقاء كذلك جمع بين أصدقاء المعلم وتلامذته أصدقاء جاءوا من مدينة الجديدة والدار البيضاء الكبرى لترك بصمتهم في هذا اللقاء التربوي المحض. انطلق هذا الحفل من محطة البشير للبنزين المجاورة للمدرسة المركزية التي قضى فيها الأستاذ أزهى أيام. كانت هذه الانطلاقة عبارة عن حفل من تنشيط التلاميذ للاحتفاء بمعلمهم، زينتها فرقة الخيالة التابعة لمركز سبت المعارف. حضر هذه الانطلاقة جمع غفير من سكان مدينة من سكان جماعة كريديد وبعض أطر العاملة بجماعة سبت المعارف، أصدقاء المعلم ومن آباء وأولياء تلامذة سبت المعارف. انطلقت سربة الخيالة من المدرسة المركزية في اتجاه المركز الفلاحي.
تقدم هذه السربة مجموعة موسيقية من الفولكلور الشعبي التابع لمدينة سيدي بنور، والتي ساهمت في إدخال البهجة والسرور على المعلم وضيوفه، وذلك بفضل المسمى المخلوق. والذي كان من ضمن الساهرين على إنجاح هذا الحفل. حفل صفق له الصغار والكبار، ورقص له التلاميذ الذين كانوا بالأمس القريب صغارا يستحيون الرقص أمام المعلم احتراما وتقديرا له. كما أخذت صور تذكارية للمعلم وتلامذته، من بينهم المخلوق والحيمد والشتوي وضريفة وميلاد وغيرهم. نشط هذا الحفل مجموعة شعبية التابعة لمدينة سيدي بنور، والتي شنفت مسامع الحضور، وعلى نغماتها رقص أطفال وشباب سبت المعاريف بما فيهم الخيال وخيولهم. قامت سربة الخيالة لسبت المعاريف المكونة من تلاميذ المعلم المحتفى به بعروض استعراضية نالت إعجاب الحاضرين. وإن كان الخيالة قد قاموا بعرض استعراضي على الخيول بالمحرك التابع للمركز الفلاحي لسبت المعاريف، فكذلك قام أحد الحاضرين المسمى الرداد مفكر بعرض لرقصة التوريدة بالبندقية. أطرب الفرس والفارس تعبيرا عن مشاركتهم في هذا الحفل الذي قل نظيره في زمن أصبح فيه المعلم والمتعلم متنافرين. في هذا الحفل الذي كانت تسهر عليه مجموعة من الكشافة التابعين لمدينة سيدي بنور، عبر الحضور أطفالاً وشباباً عن فرحتهم بلقاء معلمهم بعد غياب طويل دام حوالي عقدين من الزمن للاحتفاء به ورد الجميل له. طبقا لقول الشاعر: قم للمعلم ووفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وبعد الاستمتاع بهذه الأهازيج الشعبية وبعروض الخيالة، غادرت سربة المعاريف المحرك تحت زغاريد وتصفيقات الحاضرين. وداخل خيمة مخزنية نصبت لاستقبال الضيوف
وكذا المحتفى به قدم الزجال الدكالي الماعي قصيدة زجلية تحت عنوان خصك تقرأ، والتي من خلالها حث الحضور على تشجيع التمدرس ودور المدرسة في حياة الإنسان. وعلى إيقاع قوائم الخيول التي كان يمتطيها تلامذة المعلم المحتفى به، انتهى برنامج التنشيط في فضاء المركز الفلاحي بكلمات قيلت في حق المعلم والتعليم. كما وزع التلاميذ المنظمون لهذا الحفل جوائز وشهادات تقديرية للمعلم تقديرا واعترافا بتضحيته وتفانيه في الواجب الوطني التربوي.